يلا شاهل يا بركة قبل الشمس ما تغيب. حاضر يا حربي. الهم يا رجالة. الله، ولو تلفظت على حد فيكم هتزعلوا. جبتوا لنا الكلام. حربي. في ايه؟ عايزك. في ايه؟ مش هنا، تعالى. يا ابني فهمني. تعالى بقى هقول لك. بركة قفل ولم الأراضي وحصلنا على القهوة. ماشي. على عيشة يا بركة. ما تسركوا على حل يا جدعان. العيشة ولا القهوة؟ على مهلك يا زينب، كفى على وشي يا جدع. خش يا حربي. يا عم بطل روشة وفهمني ايه الموضوع. خش هفهمك فوق يا حرب، اطلع بقى. اهدى يا عم زين بقى، اطلق. طب مش هتبطل يا ابن الجيران ده؟ اه. اديني قعدت. مالك بقى في ايه؟ ما تنطق يا ابني. لا اله الا الله. ما تبطل يا عم الخيال الكدابه دي وفهمني في ايه بالظبط. فاكر يا حرب لما خرجت من السجن قلت لي ايه؟ قلت لك ايه؟ قلت لي كل واحد لازم يشوف له سكه توصله اللي هو عايزه. وساعتها قلت لي بس اوعى تكون سكه اللي يروح ما يرجعش. اه انا بقى دلوقتي يا حربي بقولها لك، ما يهمنيش ارجع ولا ما ارجعش. طب ممكن تستهدى بالله كده وتقعد وتفهمني عايز توصل ليه بالظبط يا زين؟ ممكن تسيبنا اكمل كلام يا حربي وما تقاطعنيش؟ ماشي ماشي يا ابن الاشقر كمل. انا ساعتها بقى مشيت وراك وما خفتش ولا عمري رجعت يا حربي، لحد ما انت جيت وقلت لي مخدرات. قلت لك لا، هنا وقف كده، خطر ما ينفعش. ماشي يا زين، ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وساعتها انت قلت لي اني مش يا حربي. سيبني اكمل كلامي، انا في عرضك. لا حول الله يا رب، لا حول الله. كمل يا عم زين، اتفضل. انا بقى حربي بقولها لك دلوقتي، افتح الرابع يا حربي ودوس وانا معاك مهما كان الخطر. المهم اوصل اللي انا عايزه يا حربي. معاك يا حربي. انت ايه اللي حصل لك يا زين؟ في ايه؟ عايز اوصل، عايز اوصل لفوق قوي، ايا كان الثمن وباي طريقه من اي سكه. نفسي ابقى قد كلمه عايز اقولها لدعاء من سنين يا حبي. يا زين، للدرجه دي حكايه البنت دعاء مقصره فيك؟ عايز اخرجها من اللي هي فيه. حلم حياتي ابقى انا وهي في بيت واحد، اصونها ورعيها واخد بالي منها. نفسي اخرجها من الهم ده يا حربي. ربنا ينولك ويقبالك يا صاحبي. وانا عشان كده بقولها لك، افتح الرابع ودوس وما يهمكش من اي حاجه. هيحصل يا زين، وغلاوتك عندي لا يحصل. عهد رجاله يا حربي. بتمد ايدك يا حربي في ايه؟ مش قبل ما توعدني الاول يا زين؟ اوعدك بايه؟ شوف يا زين، السكة اللي احنا داخلين عليها دي ما ينفعش فيها هزار ولا قلب رهيف ولا عواطف ولا كلام من ده خالص. عشان كده لازم توعدني الأول إنك تهدى وتركز وتعقل وتبطل أمور المعيلة بتاعتك دي. ها؟ قلت إيه؟ أعتبره حصل يا صاحبي. قول لي بقى حكايتك مع البنت الصحفية دي. أماني؟ أماني؟ لا أنا عادي يعني، مفيش حاجة، أنت فاهم، مفيش حاجة. ها؟ على زين صاحبك؟ ما تقول ياض ما تنشفش دم. أماني جت؟ جت من شوية ودخلت أوضتها ومن ساعتها ما خرجتش. جوزك ماله؟ داخل بوز وشبرين. إيه اللي أنتِ عملتيه ده يا أماني؟ آه، هي مدام شهيرة كلمتك أنت كمان؟ أنا ما بتكلمش على مدام شهيرة. أنا مش فاهمة حاجة، أنت بتتكلم عن إيه؟ بتكلم عن الواد الصايع البلطجي اللي كل يوم والتاني بتروحي تقعدي معاه في المخروبة اللي هو عايش فيها. حصلت؟ حصلت يا اماني انك تعرفي واحد بالشكل ده وتقعدي معاه بالساعات؟ ايه ده يا اكرم؟ هي حصلت انك تتجسس عليا؟ اسمعي، انا قلتها لك قبل كده مره وهقولها لك تاني. لو حالك ما اتعدلش انا همنعك من الشغل واقعدك في البيت زي اي بنت محترمه. وهي اللي بتشتغل في نظرك مش محترمه؟ مش كل الشغل يا ست هانم. اللي تروح تقابل ناس مشبوهه في اماكن موبوءه ده ما اسموش شغل. ده اسمه تسيب وقله ادب. اكرم، انا ما بعملش حاجه غلط. انت كل تصرفاتك غلط في غلط. طايحه يمين وشمال وما بتفكريش اللي في نفسك.
ناسي ان اخوكي ضابط مباحث والمفروض انك تحافظي على اسمه وعلى سمعته. ارجوك يا اكرم، انا مش ناقصاك انت كمان. مش ناقصاني؟ طب اسمعي بقى يا بني، انا لو عرفت انك قابلتي الولد ده او حتى كلمتيه هيكون لي معاكي تصرف تاني، وقد اعذر من انذر. هو في ايه يا منى؟ مش عارف. حمزه كمل الواجب بتاعك. اكرم في ايه؟ البيت باظ. ايه يا ماني؟ مزعل اخوكي ليه؟ ابدا يا بابا، مفيش حاجه. طيب ممكن تيجي تقعدي معايا بره شويه؟ معلش يا بابا مش قادره. طب لو قلتلك عشان خاطري؟ ارجوك يا بابا، محتاجه اقعد لوحدي شويه من فضلك. براحتك براحتك يا بنتي. درعية درعية، انت لسه ما لبستيش يا حبيبتي؟ يلا هنتاخر على الشغل. مش نفسي اروح النهارده يا بنتي. ايه مالكيش نفس؟ لا ده الا النهارده بالذات. وايه اللي ما نفعوش بقى النهارده بالذات؟ عشان بعد اللي حصل امبارح ممكن تتفهمي غلط وعزام يتضايق ويفتكر يعني انك مش عايزه ترجعي تاني ويجيب حد غيرك. هو انت شايفاني باكيه قوي على الشغل يعني يا دنيا؟ بقول لك ايه، يغور في ده يسيبك منه. بجد 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 يعني انا مش فاهماكي، يعني انت تنيمي الواد زين وتثبتيه عشان ترجعي الشغل ودلوقتي يعني تغيري مزاجك؟ عارفه يا دنيا، انا كان نفسي زين يقول لي لا. كان نفسي يقول لي لا، كان نفسي ياخدني كده من شعري ويرميني تاني في حضن ابويا في المنطقه. والله الله جرأة يا دعاء، في ايه يا ماما قلبتيها مناحه كده ليه؟ ملوش لازمة اللي انت بتعمليه ده دلوقتي. استغفر الله العظيم. استهدي بالله يا حبيبتي، استهدي بالله. يلا امي خلينا نروح نشوف شغلنا بقى. صدقيني يا دنيا مش قادرة. معلش يا دعاء، اخصبي على نفسك، انا خايفة عليكي، لو عزام قلب عليكي هتتلطمي في الشوارع. وبعدين يعني لو تقيلة بس لازم اقولها، البني ادم مننا تقيل، وانا لو شلتك النهارده مش هشيلك بعدين. انا بس عايزاكي كده تروقي وتقومي تلبسي ماشي. الفلوس اللي انت هتاخديها من الكباريه اليومين دول هينفعوكي بعدين لما تلاقي لك سكه تانية. يلا يلا حبيبتي يلا بينا. مالك يا حربي؟ سرحان في ايه؟ ابدا يا معلمة، مشاغل بس. مشاغل ايه دي اللي واكلة عقلك؟ يعني حكاية كده معربة شوية. طب ما تحكي لي وتقول لي زي زمان، ولا خلاص بقى في اسرار ما بيننا دلوقتي؟ لا يا معلمة، اسرار ايه؟ خليش مخك يروح لبعيد يعني. الو؟ ايوه يا حربي، انا عنتر. خير يا باشا؟ في اخبار جديدة؟ بقول لك ايه؟ قابلني بكرة الصبح عندي في المكتب. صوتك بيقول كده يا باشا ان الحكاية تمشي. هم ردوا عليك؟ لما نتقابل هقول لك على كل حاجة، بس ما متأخرش عليا. انا عمري ما اتأخر عنك يا باشا. سلام. ايه مين كان بيكلمك؟ لا ده واحد كده كان ليه مصلحة عندي يعني. معلش يا معلمة بقى، انا هضطر امشي، عندي مشوار كده على السكران يعني. حربي امور يا معلمة. راجع لليلتي؟ يا عالم بليزن.
يا اختي هو منسي حربي خارج ملهوت كده ليه؟ وانت مالك يا مزغودة؟ ما تخليكي في شغلك، خليكي في حالك. طب اشيل الاكل ولا سيبه؟ سيبيه يمكن يرجع. زين يا زين. ايه يا حلب؟ في ايه؟ عنتر اتصل قال لك ايه؟ عايز يقابلني بكره. هو الناس الكبار ردوا عليه؟ اكيد طبعا. وافقوا حربي؟ مش عارف، بس يلا بينا دلوقتي. هنروح فين؟ نروح لصلاح نحكي له اللي حصل ونتفق بقى هنعمل ايه لما نقابل عنتر بكره. حطها عندك هنا. اي خدمه يا فندم تاني؟ لا شكرا. كويس انها جت لحد كده يا رشوان. كويس ايه بس يا عزام؟ ده انا اتبهدلت على الاخر. اتهزقت على اخر الزمن. بقى انا يقول لك رومك؟ يا اخي كلام، مجرد كلام. الله. وبعدين ما تنساش الباشا يعني عمل لك قرصة ودن. لان الباشا حس ان موضوعك مع انشراح ده هو السبب. انما انا متاكد كل حاجه هتعدي وترجع لبقى المجاريها. اهدى، اشرب واهدى. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي بعد اللي حصل لي النهارده؟ أزمة وعدت يا رشوان. أنا اللي مجنني إن الباشا الكبير ركني على الرف وجاب واد دربوع زي اللي اسمه حربي دوت، واد ما يسواش نكلة، ما شغلوش عندي خدام، وركبه على كتفي. شفت الزمن؟ شفت أخوك رشوان بيحصل له إيه؟ صحيح؟ على رأي المثل آخرة خدمة الغص علقة. مش بعيد، مش بعيد الموضوع يمشي على كده والواد ده ممكن يحل محل. لا لا لا، ما اعتقدش يا رشوان. مش معقول الباشا هينزل من مستواه لمستوى ولد جربوع زي ده. الباشا ما بيفكرش الا في مصلحته بس، ما بيفرقش معاه اي حد تاني. خد بالك الواد اللي اسمه حربي ده واد مش سهل. بكره يلف على الباشا ويلعب في دماغه ويضحك عليه وياخد ثقته ويخليه يعتمد عليه في كل حاجة. وممكن يطلب منه زي محل محلي يلف ويدور ويحل محلك انت وسع عنتر. لا يا حبيبي، انا محدش يقدر يحل محلي، والباشا نفسه عارف كده. انا المفاتيح كلها معايا. ما تتحميش قوي كده، ما انا كنت بقول زيك كده لحد ما الفاس وقعت في الراس. على فكرة الواد حربي ده واد دماغه عويت قوي ومليانة سن وبيلعب على كبير قوي. مش بعيد بكرة يلعب علينا ويقلشنا من الملعب، ساعتها بس هتقول رشوان قال. لكن لا حد سمعه ولا حد صدقه. اشرف. استنى يا رشوان، استنى. لا انا مش عايزك تمشي وانت في الحاله دي. انا بس جيت اقول لك وعيك اذا كنت انا النهارده اتبهدلت ووقفت في وش المدفع فبكره الدور عليك يا اخويا. طيب نخلص العمليه دي وبعدين نبقى نقعد نتكلم ونشوف هنعمل ايه. انا لسه استنى لما العمليه تخلص. انا لو استنيت يوم واحد مش هتقوم ليوم بعد كده. يعني ايه؟ يعني بقول لك بالاذن من هنا ورايح كل واحد يشوف مصلحته. سلام. ايه يا عزام بيه؟ مالك؟ في حاجه شغلك؟ تفتكر يا ابو رعي رشوان عنده حق لما قال العيال دي ناوية تتخلص مننا واحد ورا التاني؟ زين وحربي دول العيال مش سهلة، ويا عالم بيفكروا في ايه وبيرسموا على ايه؟ يبقى العيال دي لازم تتربى وتتكسر شوكتها قبل ما يركبوا علينا ويطلع لهم انياب. وانا جاهز، سعادتك امرني وانا اخلصك منهم في ثواني. تبقاش غبي وغشيم زي رشوان. الحكاية مش عايزة سربعة، الحكاية عايزة تفكير بهدوء، تخطيط منظم. هي يا دنيا خلصت؟ لسه مخلصة من شوية. طب روح لها.